مرحبا بكم على قناة الطريق نحو النجاح للتنمية الذاتية. في هذا الفيديو نتطرق إلى موضوع النجاح والنمو الشخصي. ليس من أحد إلا ويريد النجاح والسعادة، ومع ذلك فإن القلائل فقط هم الناجحون ومن يتمتعون بالسعادة، ومعظم الناس يريدون أن يكونوا فائزين، ولذلك يريد الكثيرون معرفة السر في النجاح والنمو الشخصي، ويسألون إن كانت هناك أي وصفة لتحقيق النجاح في الحياة، وعن الأساس الذي ينبني عليه النجاح والنمو الشخصي. وليس هناك وجود لما يمكن أن نطلق عليه الوصفة السحرية للنجاح، فالنجاح والنمو الشخصي هما مجموع لعدد من الأهداف والسلوكيات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف. والنجاح ليس مصادفة بل هو اختيار. وحتى نستطيع تحقيق النجاح في الحياة فلا بد من أن نعرف الخطوات اللازمة له وللنمو الشخصي، وعلينا كذلك أن نطور وننمي مهارات قوية لإدارة الذات. وإليك بعض النصائح العملية للوصول للنجاح وتحقيق النمو الشخصي. 1. حدد هدفك، اعرف بالضبط ما تريده. والكثيرون يضعون أهدافا بالغة في العمومية، ولذلك عليك أن تكون محددا قدر استطاعتك بشأن النتيجة التي تريد تحقيقها، وكلما ازداد هدفك وضوحا قصر الطريق الذي تسير فيه وصولا للنجاح. والهدف الواضح أشبه بالكلمات الأساسية التي تكتبها على محرك البحث على الإنترنت للوصول إلى ما تريد. فأنت إن كتبت كلمتي موقع ويب على أحد محركات البحث ستحصل على ملايين النتائج، ولذلك عليك أن تكون محددا وواضحا حتى يكون بحثك أكثر فعالية. ونفس الحال ينطبق على وضعك للأهداف. 2. تحل باتجاه عقلي إيجابي. حدد الأفكار السلبية لديك وتخلص منها، وكذلك الأحاسيس والمشاعر السلبية والأشياء التي لا تحبها أو التي لا تريدها، لأنها تولد لديك أفكارا وأحاسيس ومشاعر سلبية، والأفكار السلبية تعيقك عن تحقيق النجاح والسعادة، وكذلك تعيقك عن تحقيق أهدافك. وإذا كان لديك أفكارا بشأن ما تريده كل يوم، فإن الاحتمالات أن تحقق لك تلك الأفكار، لذلك أنت بحاجة للتوفيق بين أفكارك وأهدافك. 3. ركز على هدفك كل يوم. فكر في أهدافك وفي النتيجة النهائية التي ترغبها، وتصور تلك النتيجة النهائية في عقلك، حيث أن تصور تلك النتيجة النهائية بوضوح وبتفصيل قوي يساعدك ويقربك لك طريق الوصول. وإنه من المهم أن تتبنى أفكارا ومشاعر وانفعالات إيجابية عندما تفكر في هدفك، لأن القانون الكوني ينص على أن ما نركز عليه تفكيرنا يصبح حقيقة واقعة. ركز على الإنجاز والنجاح والطاقة والثقة والبهجة. 4. الثقة. إنك عندما تشعر بالثقة تصبح مغناطيسا يجذب إليك النجاح والثقة بالنفس. والثقة بالنفس هي الأساس في النجاح في أي مجال من مجالات الحياة. 5. ابدأ الفعل. وهذه خطوة أساسية للنجاح، وبعد أن تفكر وتحدد كل ما ينبغي عليك فعله لتحقيق هدفك، ابدأ في العمل عليه أيا كانت أفعالك صغيرة أو كبيرة. إن كل بوصة تتحركها للأمام تقربك من هدفك. وعدم النجاح أمر سهل
في حين أن النجاح والنمو الشخصي يتطلبان منك قدرا هائلا من العمل على نفسك. ويرغب بعض الناس في تحقيق النجاح المالي، في حين يرغب آخرون في إيجاد الحب الحقيقي، وفريق ثالث يريدون تحسين علاقاتهم الاجتماعية الحالية. والخطوات الخمسة السابقة قد تحقق لك النجاح الحقيقي في أي مجال من مجالات حياتك، وكل ما تحتاجه هو أن تجيد القيام بتلك الخطوات للنجاح والنمو الشخصي، وعندها ستبدأ في جذب النجاح إلى حياتك. أتمنى للجميع نجاحا وأن يستطيع تحقيق أهدافها كلها والوصول إلى كل غايته، وإلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله، والسلام عليكم.